الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من بوابة أخبار اليوم. قمة جديدة لحراس ثروات المتوسط. تستضيف القاهرة القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس أنستادياتس. وتكتسب القمة أهمية خاصة في ضوء التطورات التي شهدتها منطقة الشرق المتوسط على مدار الفترة الماضية، فضلا عن البناء على ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة إزاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث. من المتوقع أن يتم خلالها تقييم التطور في مختلف مجالات التعاون الثلاثي ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية لدعم وتعميق العلاقات المتميزة وتعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط. إلى جريدة الوطن، رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات يجري عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، لافتا إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتي اجتماع اليوم لمتابعة ما تحقق بشأنها. وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن وزير المالية أشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي يكون المنسق لها ممثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء والشركات الخازنة وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص. ننتقل إلى جريدة المصري اليوم. بدء اجتماعات وزراء الري لبحث ملف سد النهضة. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي والسوداني ياسر عباس والإثيوبي سيلشي بيكيلي لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي. يناقش الوزراء على مدى يومين مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة. من جانبها علقت الولايات المتحدة في تصريح رسمي من البيت الأبيض على المفاوضات الجارية حاليا بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وقال البيان: تدعم الولايات المتحدة مفاوضات مصر وأثيوبيا والسودان الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام يتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. أكد البيان أن جميع دول وادي النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود بنية حسنة للتوصل إلى اتفاقات تحفظ تلك الحقوق مع احترام حقوق الآخرين في الاستفادة من مياه النيل. نبقى في المصري اليوم، ومنه نقرأ الإسكان: طرح 19,787 وحدة سكنية في الإعلان 12 بالاجتماعي. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على طرح الإعلان 12 من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة بإجمالي 19,787 وحدة سكنية وبنفس شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق إنه تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها تحقيقا لعائد
يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع اجتماعي استثماري بصورة عاجلة. وأضافت أنه تمت الموافقة على طرح إعلان بيع الوحدات السكنية الاستثمارية المستهدف تنفيذها بمدينة بور فؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، وعددها 1320 وحدة بمساحات متنوعة من 110 إلى 116 مترا مربعا ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية. من بوابة الأهرام، بعد تسجيله 45 مليار دولار لأول مرة الاحتياطي الأجنبي يعزز تصنيف مصر دوليا. قال خبراء الاقتصاد إن نمو الاحتياط النقدي الأجنبي ووصوله إلى أكثر من 45 مليار دولار لأول مرة يعزز من تصنيف مصر الائتماني وثقة الأجانب والمقرضين في السوق المصرية، فضلا عن تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تصل إلى نحو 8 أشهر، وهي نسبة عالية تخطت المعدلات العالمية. كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لتصل لأول مرة إلى 45.118 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر المنقضي، وذلك مقارنة بنحو 44.969 من الألف مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. وقال خالد الشفعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي يسجل أعلى معدل له تقريبا، ويعد إشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوصول الاحتياطي إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل 2020. إلى اليوم السابع ومنه نتابع النقل تستلم أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة الشهر المقبل. أجرى مسؤولون بوزارة النقل جولة تفقدية بورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، وذلك لمتابعة أعمال عمرات وصيانة جرارات جي إي والهنشل الألماني. وأكدت الوزارة أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإمدادها بقطع الغيار الأصلية، على أن يكون الإصلاح تحت إشراف خبراء من المصانع والشركات العالمية، مشيرة إلى أن ورشة تبين تعتبر مثالا واضحا لهذه المنظومة، حيث يجري إعادة تأهيل 81 جرار جي إي من الأسطول الحالي للهيئة بأيدي العمال والفنيين والمهندسين المصريين وتحت إشراف خبراء من جنرال إلكتريك، وذلك في إطار التعاقد الذي وقعته هيئة السكة الحديد مع جنرال إلكتريك الأمريكية والخاص بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي للهيئة. نذهب للشروق ونقرأ الصحة 20,000 شخص سجلوا بياناتهم في التأمين الشامل بخمس محافظات في يومين. قال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، قال إنه خلال يومين فقط من فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان تم تسجيل أكثر من 20,000 ملف طبي فردي. أضاف السبكي في تصريحات للشروق أن التسجيل مفتوح وليس له وقت محدد لأنه عملية ديناميكية مستمرة مع النظام، لافتا إلى أنه من المهم تسجيل التاريخ المرضي لكل فرد في الأسر المصرية، ونقدم لهم خدمات طب الأسرة بالمعايير العالمية، وهذا هو عامل الجذب لسرعة التسجيل. وأكد السبكي أن الإنجاز الذي تحقق بمحافظة بورسعيد يرجع إلى دعم القيادة
الإمكانيات السياسية وإيمان الشباب وحدة إدارة المشروع بما يقومون به من جهد للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، لافتا إلى أنه سيتم تحقيق إنجاز بمحافظات المرحلة الأولى لا يقل عما تم تحقيقه في بورسعيد. وأشار السبكي إلى أن هناك تقارير دورية ترفع لوزيرة الصحة والسكان من خلال شباب وحدة إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل والذين يتابعون العمل بالمنظومة